السلام عليكم، أنا دكتور محمد الشربيني، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير التدخلية العلاجية بقصر العيني ومستشفى السلام الدولي. النهاردة أنا بكلمكم من وحدة مناظير مستشفى السلام الدولي، وحدة متطورة جدا الحمد لله على مستوى الوحدات المناظير في جمهورية مصر العربية. يمكن عملنا فيديو قبل كده أو لايف قبل كده على حاجة كانت نادرة شوية. النهارده لا، هنتكلم على مرض من امراض الجهاز الهضمي يهم كل الناس. اهميته المرض ده شائع جدا، يعني النسب العالميه اظهرت ان المرض ده يصل ل 20%، الا هو ارتجاع المريء. مرض ارتجاع المريء ده ما فيش حد فينا ما جالوش حموضه، فيش واحد فينا حس انه عنده شويه ارتجاع. طيب المرض اللي هو شائع جدا ده اللي بيصل 20% في الدراسات الأمريكية والدراسات الأوروبية، يمكن في مصر ما عندناش إحصاءات قوية قوي لنسبة المرض ده، عبارة عن إن الواحد بيحس إن عنده ارتجاع أو عنده حموضة. طيب المرض اللي موجود بنسب زيادة ده بيصل لحد 35% من الأطفال، يعني هو مش بس ممكن يصيب الكبار فقط، لا ده ممكن كمان الأطفال يجي لهم ده. 35% من الأطفال اللي بتولدوا في أمريكا سنويا لقوا إن عندهم ارتجاع مريء. طيب هو بيفرق الارتجاع ده من راجل لست؟ لا ما بيفرقش قوي، ممكن الستات في ظروف معينة ممكن يبقى عندهم ارتجاع زيادة. تعريف المرض ده او سبب المرض ده ان احنا بيبقى عندنا ان العضله اللي كنا بنقول في الاكاليزيا، العضله دي ما بتفتحش، العضله اللي هي بين المريء والمعدل، المريء ده انبوبه بتاخد الاكل من البق، قناه ناقله لحد ما توصل للمعده، في اخرها عضله، العضله دي بتبقى قافله معظم الوقت، وقت ما الواحد بيجي يبلع بتنبسط تعدي الاكل وتقفل تاني. في ارتجاع المريء العضله دي بتبقى سايبه، العضله مش قويه، مش قافله كويس، مش كومبتنت، فيبدا الحمض اللي موجود في المعده عشان يهضم اكل المفروض ما يطلعش فوق بيطلع فوق، يبدا الشخص يحس باعراض الارتجاع. اللي هي ايه اعراض الارتجاع؟ اللي هي سيمبلي الحموضه، يعني واحد يحس ان عنده شويه حموضه، الحموضه دي معناها ان ده كده عنده ارتجاع مريء، او يحس بالاكل راجع. طب ما احنا كلنا بيجي لنا الكلام ده، يبقى معنى كده ان احنا عندنا ارتجاع مريء؟ لا، الاعراض دي اذا تكررت أكتر من مرتين في الأسبوع نقدر نسمي إن ده مرض ارتجاع المريء. الأعراض دي كمان ممكن تزيد أكتر لو واحد كل أكلة تقيلة، أكلة مليانة، ملى معدته فيجيله الارتجاع، أو كل ونام، ودي من ضمن الحاجات اللي هنقول إن هي من ضمن مسببات ارتجاع المريء. طيب إيه الحاجات اللي ممكن تعمل كده؟ يعني ارتجاع المريء ده مين اللي عرضة ليه؟ إيه الأسباب اللي تعمل ده؟ أول حاجة السمنة، ممكن واحد يبقى كان كويس عادي خالص عنده 30 سنة وبعدين الفترة الأخيرة اتجوز وكل كتير ومش عارف إيه وتخن، فالسمنه زودت اعراض الارتجاع، بدا ان هو لما تخن جسمه زاد، العضله دي ضعفت، اتشد على العضله، اتشد على الحجاب الحاجز، بدا يحصل له موضوع الارتجاع. كمان السيدات الحوامل، السيدات الحوامل في الحمل مع زياده البطن وزياده الضغط جوه التجويف البطن يبدا يضغط على الحجاب الحاجز، يخلي العضله دي ما تقفلش كويس، ما تعملش انقباض كويس، يزود له الكلام. من ضمن كمان الحاجات اللي تزود ده لو واحد عنده حاجه اسمها فتاء في الحجاب الحاجز. هو الحجاب الحاجز ببساطه هي عضله كبيره بتفصل بين القفص الصدري فوق وتجويف البطن. العضله دي مسؤوله ان هي بتمسك عضله الفؤاد او اسفل عضله المريء فما تخليش يحصل الارتجاع. لو العضله دي انبسطت او العضله دي عضله الحجاب الحاجز دي بقت سايبه شويه يطلع جزء من المعده فوق في القفص الصدري، فما عادش العضله اللي هي قافله بتاعه اسفل المريء مش قافله كويس، فبتبقى نتيجه ان الحجاب الحاجز ساب جزء المعده يطلع فوق، ده حاجه اسمها فتاء الحجاب الحاجز. فكره فتاء ان جزء من الجهاز الهضمي يطلع في مكان مش المفروض ان يبقى مفتوح قوي، فهي دلوقتي فتحت شويه عضله الحجاب الحاجز، جزء المعده طلع فوق، ده فتاء الحجاب الحاجز. كمان الناس المدخنين ده يزود اعراض الارتجاع. في بعض الاكلات زي الحاجات السبايسي، زي الاكلات اللي هي فيها حمضيات كتير، زي المشروبات الغازيه، المدخنين، الحاجات دي كلها بتزود اعراض الارتجاع. طيب الارتجاع هل هو بيجي بس بحموضه؟ يعني واحد يبقى عنده حموضه ممكن يحس ان عنده ارتجاع، ممكن كمان يحس طعم الحمض في بقه. في اعراض تانيه ممكن تحصل، ممكن حد يجي يقول انا بحس مره واحده في ريق، بقي اتملى مره واحده ميه. دي بنسميها ووتر براش، دي يعني ان الحمض اللي موجود هنا
بيبدا يحس ان البطيء الريق ده كله ملى بقه، فمره واحده يقول انا بقي مليان ميه، مليان سلايفا، مليان لعاب، بنسميها اكسسيف سلايفيشن او ووتر براش. ده برده من ضمن اعراض ارتجاع المريء. دي الاعراض الشائعه، لكن ممكن يجي الارتجاع باعراض مختلفه تماما وما يتوجهش لطبيب الجهاز الهضمي، يبدا يجي له اعراض خارج الجهاز الهضمي. نتيجه ارتجاع الحمض ده ممكن الشخص ده يجي يحس ان عنده مثلا كحه، فالكحه دي يقعد يلف بيها وحد يقول له ده التهابات في الصدر وازمه وحساسيه، تطلع ان هي ارتجاع مريء. ممكن يجيب الام في الصدر او ان هو ممكن يصل لطبيب قلب ويبدا يعمل فحوصات قلب ويكون خايف ليكون عنده مشاكل في الشريان. الكلام ده كله ممكن يكون نتيجه ارتجاع. ده كمان ممكن يعمل التهابات في الحلق، يروح لدكتور انف واذن يقول لا دي من ارتجاع المريء، ممكن التهابات في الاذن، ممكن التهابات في الجيوب الانفيه. الام الصدر دي اكتر حاجات بيبقى الام منها وتطلع الموضوع في الاخر ارتجاع مريء. طيب المشكله كمان ان لو الارتجاع ده فضل فترات طويله عند المريض، يعني بدا ان من اعراض ان يجي له حمض او ارتجاع فترات الطويله دي، ده ممكن تبدا الالتهابات اللي موجوده نتيجه الارتجاع في المريء تبدا تعمل دي. هي ليه بيحصل التهابات؟ ربنا خالق الحمض جوه المعده عشان يهضم الاكل. لو الحمض ده طلع فوق، بطانه المريء مش متعوده على ده، فيبدا وجود الحمض بصفه مزمنة أو فترة طويلة موجودة على طول في مكان مش طبيعي بتاعه والبطانة مش متعودة على ده، يعمل التهابات شديدة. الالتهابات الشديدة ممكن تعمل ألم، التهابات الشديدة ممكن تعمل ضيق، فهيبدأ يحس بأعراض زي صعوبة البلع نتيجة طول فترة الارتجاع، أو نتيجة الالتهابات الشديدة المزمنة لفترات طويلة يبدأ يحصل تحور. ودي الحاجة الأخطر، إن المريض اللي عنده ارتجاع وبيهمل ما بيكشفش أو ما ياخدش علاج يحصل تحور في الخلايا لحاجة اسمها برد. والبرد ده تسبري كانسرس. يعني ايه؟ يعني يبدا الخلايا تتحور لخلايا عشان وجود الحمض، خلايا شبه خلايا المعده، وده بيبدا لو اتساب فترات طويله وما اتبعش وما خدش علاج ممكن لا قدر الله يتحول لسرطان. مش بنقول كده عشان الناس تخاف، بس لا، ما تهملش، عندك اعراض ارتجاع مريء ما تهملش، روح اكشف طبيب الجهاز الهضمي المتخصص، ابدا اقول لك والله هل ده فعلا ارتجاع مريء، هنحتاج ناخد علاج ولا لا. طيب احنا إذا كان عندنا الأعراض دي نعمل إيه؟ طيب هنتوجه للدكتور، والدكتور هيبدأ يسألك على الأعراض. دكتور الجهاز الهضمي هيقول لك والله عندك كذا، عندي كذا. هيبدأ يشك في ارتجاع المريء، يقول لك طب أنت جربت تاخد مضادات الحموضة قبل كده؟ أه دخلت، فلان كان بياخد كذا وادهوني. ده برضو من ضمن الحاجات اللي تساعد الطبيب. يمكن الكشف ما بيبينش حاجات قوي في للطبيب، لكن هو هيسألك على أعراض مهمة. دي الأعراض الخطر اللي إحنا نحب نسأل عنها لو حد عنده ارتجاع مريء، نبدأ نسأله على الأعراض دي. ودي كمان نوصي بيها، إذا ظهرت لك بعض من الأعراض دي غير الارتجاع أو الحموضة أو المية أو بعض الكحة أو الشرق، إذا ظهرت لك الأعراض دي، لا دي أعراض خطر في الجهاز الهضمي، لازم تتوجه مباشرة وما تهملش ولا يوم ولا ساعة. إذا حسيت بصعوبة في البلع، إذا حسيت إن الارتجاع ده بقى مزمن، أنت كنت بتاخد علاج ما بتحسنش، إذا ومفيش استجابة على العلاج، إذا حسيت إن أعراض الارتجاع دي كمان بدأ يبقى معاها قيء مستمر، طب هي ما كانش فيه قيء قبل كده، إذا حصل فقدان في الوزن، إذا القيء اللي أنت بتتقيأه ده حصل فيه قيء دموي، أو إذا تغير لون البراز للون أسود، معناه إن ده فيه نزيف من الجهاز الهضمي العلوي، أو حصل فيه دم. كل الحاجات دي تقول لنا لا خلي بالك، دي بنسميها ريد فلاجز أو ألارم سيمتومز، دي تبقى أعراض خطر. إذا الأعراض دي مش موجودة إن شاء الله الأمور بتمشي بإطار كويس. طب الطبيب عشان يشخصك، الطبيب بيبدأ يقول لحضرتك والله إحنا ناخد فرصة علاج طالما إن مفيش حاجة من الأعراض الخطر دي، فممكن العلاج لوحده حسب الاسترشادات العامة اللي هي اللي بنشتغل بيها، الاسترشادات الطبية العالمية بتقول إن إحنا ممكن ندي العلاج من 6 ل 8 أسابيع وده ممكن يحسن الحاجة. طب هل ممكن نلجأ لحاجة تانية؟ أه ممكن نلجأ لحاجة تانية، ممكن نلجأ لأشعاعات زي أشعة الباريوم اللي كنا شرحناها قبل كده. هي عباره عن ماده بتتشرب، الماده دي بترسم المريء وترسم المعده، وبناخد اوضاع معينه في التصوير تحت جهاز الاشعه عشان الماده دي بتبان تحت الاشعه تقول لنا هل العضله فعلا مرتخيه ما بتقفلش كويس او في فتق في الحجاب الحاجز، وقد تقول ان ممكن يكون في شويه التهابات. طيب هل هو ده التشخيص الاساسي؟ لا، التشخيص ممكن نحتاج حاجه اسمها منظار، وده التشخيص اللي ممكن نبدا بيه اللي هو منظار المنظار اتشرح قبل كده. دي أنبوبة رفيعة بتدخل تحت مقدر وعي من الفم، على الأنبوبة دي على المقدمة بتاعتها كاميرا بتنور وعليها
إضاءة، مصدر إضاءة بينور، كشاف وكاميرا بتصور الجهاز الهضمي من الداخل. بيبدأ الطبيب يدخل يشوف العضلة، تقييمها عضلة قافلة كويس مش قافلة، في التهابات في البطانة ولا لأ، في فتاء في الحجاب الحاجز، بيدينا معلومات كتير قوي. هل الارتجاع ده ارتجاع أولي ولا ارتجاع ثانوي؟ في لا قدر الله تحور زي البرد أو أورام، في مشكلة في المعدة، بتدي معلومات كتير جدا. يبقى احنا ممكن نشخص بس بالأعراض وندي فرصة علاج، أو نلجأ للمنظار أو نعمل أشعة البرد. في حاجة تعتبر كورنر ستون ومهمة جدا، مش في التشخيص بس، لا ده اذا احنا هنقيم عليها تقييم بالدراسة دي، ان انا لو هعمل عملية جراحية للارتجاع هقدر اتابع بيها قبل وبعد، او اعمل تدخل بمنظار، او المريض بيقول ما بتحسنش، فدي هتبقى فيصل بيننا احنا الاتنين، تقول لنا فعلا في ارتجاع ولا لا. حاجة اسمها دراسة لحموضة المعدة والمريء، زي دراسة الحركية، هي أنبوبة رفيعة خالص بتدخل تحت مخدر موضعي من الأنف، توصل للعضلة أسفل عضلة المريء، وبتدخل شوية في المعدة ويطلعوها. نبدأ نقيس الضغط في العضلة دي، زي ما كان في الأكاليزي قافل قوي، لا هنا هيبقى الضغط سايب، يعني الريستنج بريشر، الضغط جوه عضلة الفؤاد ضعيف، والعضلة دي مش منقبضة كويس وارتخاءها زيادة عن اللزوم، فبالتالي الحمض بيطلع. فالحركية هتقول لنا الضغط جوه العضلة إيه، دراسة الحمض هيبدأ نسيب القسطرة دي 24 ساعة، تبدأ تقول لنا كل ما المريض يحس بأعراض ارتجاع ويحس بحموضة بيضغط كده على حاجة، نشوف في الوقت ده الحمض زاد جوه المريء ولا لأ. فدي تقدر على مدار 24 ساعة تقدر تقول لنا فعلا في ارتجاع ولا لأ، نسبته شكلها ازاي، في سكور اسمه دي ماستر سكور بيتحسب، ونقدر نحسب منه الارتجاع شكله ازاي ونأكده ونسبته قد ايه، ولو عملنا تدخل بعد كده او خدنا علاج ويقدر يقول لنا هل في تحسن ولا مفيش تحسن، فبدينا معلومات كتير قوي. دي الحاجات اللي هنقدر نشخص بيها، هتبقى مهمة قوي عشان نقدر نقول ارتجاع المريء ده شكله ازاي، ونؤكد التشخيص ونشوف هل في خطة علاج تانية ممكن نعملها ولا لا. طيب العلاج، العلاج بيبدأ أول حاجة في العلاج وأهم حاجة، حاجة اسمها لايف ستايل موديفيكيشن، ازاي نحسن حياتنا. يعني ايه التخين؟ نقول له خس، وزنك زاد في الفترة الأخيرة ولقيت ارتجاع، لا حضرتك لو خسيت هتلاقي الأمور اتحسنت. الحاجة التانية، حضرتك بتاكل إيه وبتاكل إزاي؟ حد بياكل وجبات تقيلة؟ لا نقول له خفف الوجبات لقيمات، وجبات صغيرة متفرقة، ما تاكلش قبل ما تنام على طول، سيب 3 ساعات قبل النوم، الوجبات الأخيرة تبقى وجبات خفيفة، لو كلت وعايز تنام سيب 3 ساعات، ارفع راس السرير شوية، حط مخدة مدرجة عشان ما توجعلكش رقبتك، بحيث إن إحنا نرفع كأن إحنا رافعين 45 درجة. ممكن ساعات في بعض الطرق يقولوا ارفع الرجلين السرير، حط تحتها حاجة ترفعها شوية، نقول له ابعد عن الحاجات اللي هي بتزود ارتجاع المريء أو بتخلي العضلة سايبة، زي التدخين، زي الكحوليات، حد بياكل حاجات فيها شطة كتير، حد بياكل أكل جانك فودز. أكتر حاجة مؤذية في الأكلات دي هي الفاتي فودز أو الفرايد فود، الأكلات السمينة، الأكلات الدسمة، الأكلات الجاهزة، بتشرب مشروبات غازية كتير، مشروبات غازية كلها مؤذية، التدخين والكحوليات، كل دي حاجات في الأكل إذا التزمنا بيها هتلاقي الأمور أفضل. طيب واحد هيقول طيب الشطة، الشطة لم تذكر صراحة إن هي لازم نوقفها، لا نقول له إذا أنت حسيت إن هي بتزود الارتجاع رجاء قللها. إذا واحد بياكل شوكولاتات كتير، الشوكولاتات برضه نقول له خلي بالك من الحاجات دي، المشروبات الحمضية قللها قدر الإمكان، هتظل الشاي والقهوة. ما نقدرش نقول لك وقف الشاي والقهوه، لكن نقدر نقول لك لو سمحت قللهم، لان هم ليهم دور في القصه دي. يبقى اللايف ستايل موديفيكيشن دي مهمه جدا. يجي بعد كده مرحله العلاج، العلاج يبدا من اول حاجات الحموضه، المشروبات اللي احنا كلنا بنروح نجيبها، اللي هي الحاجات الانتي اسيدز اللي بنشربها تقلل الحموضه دي، لو واحد ما عندوش الارتجاع بالتشخيص اللي احنا قلناه، احد جاله حموضه بعد اكله تقيله كل ونام، ممكن ياخد حاجات دي كسيمتوماتيك تريتمنت فترات قصيره، لكن اذا تحققت الشروط وتحقق التشخيص نصبح ان احنا بعد كده نبدا ناخد الحاجات الاقوى اللي هي بنسميها مثبطات البروتون. دول في 5 أو 6 على مستوى العالم، مفيش واحد احسن من واحد في الدراسات، يمكن في واحد بيشتغل سريع، واحد بياخد وقت شويه ناخده قبل الاكل بنص ساعه لساعه، لكن ممكن محمد سيد يستجيب على حاجه غير التاني، فاللي بيستجيب على حاجه احسن من التاني دي هتبقى بالنسبه له افضل. يبقى الدراسات اثبتت ان جميع مثبتات البروتون اللي احنا عارفينها في السوق، من اول الاوميبرازول القديم لاحدث حاجه الديكسلانزوبرازول، مرورا بالبانتوبرازول، اوزوبرازول، رابيبرازول، كلهم زي بعض، بس ممكن حد يستجيب على حاجه غير التانيه.
بياخد الادويه دي من 6 لـ 8 اسابيع، اذا استجاب والامور استقرت خلاص حضرتك وقف العلاج واعمل لايف ستايل موديفيكيشن. ما استجابش بيعمل المنظار ونشوف هل في سبب ثانوي ولا لا. طيب ما فيش سبب ثانوي، هل يقدر يكمل على العلاج ده؟ هنيجي في السؤال، طيب يا دكتور العلاجات دي وبيقولوا بتعمل مشاكل وهشاشه في العظام والتهابات، الدراسات قالت ان في بعض الحاجات لكن الحاجات دي لم تثبت علميا 100% ان هي بتعمل الكانسر اللي الناس بتسمع عنه كلام. بعض الحاجات قالت على التهابات الصدريه، بعض الناس قالت على شويه مشاكل في العظام او الهشاشه او التهابات في الكلى. طبعا احنا مش عايزين الناس تقلق، بس في نفس الوقت انت ممكن تحتاج العلاج ده على طول، لكن في الاخر هو اتس كيميكال، هو ماده كيماويه، كل ما نقللها يبقى افضل، كل ما نقلل العلاج يبقى افضل. لو الشخص ده بيتحسن والمنظار اثبت ان مفيش حاجه ثانويه، بنبدا نقلل جرعات مثبتات البروتون لاقل جرعه تختفي معها الاعراض بتاعه المريض ومتحسن عليه. يعني لو بياخد حاجه 40 مللي قدرنا نخليها 20، قدرنا نخليها 10، قدرنا نخليها حبايه كل يوم، كل يوم بعد يوم، كل اسبوع مره عند اللزوم كل 10 ايام. لو هو مرتاح على مره عند اللزوم كل 10 ايام دي كويسه، ممكن يكمل عليها طول حياته. طب واحد ما بتحسنش على الادويه، واحد عمل لايف ستايل موديفيكيشن ودراسه الحموضه قالت ان عنده ارتجاع وما فيش استجابه كويسه، نبدا نفكر في تدخلات. تدخلات كتير جدا. انا يعني من اول ان هو يبدا يتعمل عمليه جراحيه لتضييق الفتحه دي سواء بالجراحه او بالمنظار الجراحي، ومرورا بحاجات كتير في النص. انا عايز بس انوه هنا ان احنا في حاجات بدات حديثا تتعمل بمنظار الجهاز الهضمي من الداخل بدون جراحه، واحنا بدانا نعملها في مستشفى السلام الدولي بناء على دراسات عالميه بدات تتعمل في اليابان مع بروفيسور كبير اسمه بروفيسور انوي، حاجه اسمها كي لاسفل عضله المريء او بدايه المعده من فوق، او ان احنا نضيقها بطريقه اسمها ارمز انتي ريفلكس ميكوزال سيرجري او انتي ريفلكس ميكوزال ابليشن. هي فكرتها ان المنظار من الداخل بيدخل بيجي عند العضله دي بعد ما نثبت بدراسه الحموضه وبالمنظار العضله دي مش قافله كويس، بننزل تحت العضله دي وندخل جوه المعده وفي بدايه المعده واسفل عضله الفؤاد وتحت المريء بنبدا نعمل طرق عشان نبدا نضيق الحته دي. يعني يا اما نكوي بغاز اسمه الارجون، نكوي المنطقه البطانه تحت المريء في اول المعده من فوق نكويها، فبحيث ان الكي ده لما بنكوي البطانه دي نكويها تماما، البطانه دي لما بتيجي تلتئم تاني بتعمل قرحه، لما تيجي تلتئم تاني بتبدا تضيق الفتحه دي والاعراض بتتحسن، ودي بتصل نسبتها لفوق ال 80%. ممكن الشخص ده يوقف العلاج تماما و اضعف الايمان زي ما بيقولوا، ممكن يقلل جرعات العلاج او يستجيب على العلاج ما كانش بيستجيب عليه. ممكن كمان نيجي نشيل البطانه بطرق معينه بالمنظار بدون جراحه برضو، ولما بتيجي برضو بعد ما نشيل البطانه دي تيجي تلم الجدار بتاع عضله الفؤاد من الداخل، يلم برضو يلم انه يضيق والاعراض تتحسن. ممكن حد يبقى كان عنده الارتجاع مزمن بتحسن. الحاجات دي حاجات حديثه جدا اللي اسمها الارما او الارمز، الحمد لله بنعملها في مستشفى السلام الدولي في وحده المونوزيل اللي انا بكلم حضرتكم من داخلها بتقنيات حديثه جدا بادوات مش موجوده في كل الاماكن بنعملها، ودي بتحسن الاعراض. اي حد عايز يعرف حاجه عن التفاصيل دي او عنده ارتجاع مريء وبقى له فتره متحسنش ممكن يزورنا في العيادات الخارجيه في مستشفى السلام الدولي عياده الجهاز الهضمي. الاسئله بتاعتكم كلها ان شاء الله هتلاقوا اجاباتها عندنا، وان شاء الله تكونوا في صحه وسعاده وشرفتونا وشكرا ليكم.